طلب مني ان انا اقول كلمه عشان الاستاذ سمير صبري. طبعا سبقتني الفنانه الكبيره والاخت والصديقه الاستاذه الهام شاهين، وطبعا الاب بطرس. الحقيقه انا يعني كنت لسه صاحي من النوم لما كلمني صحفي بيقول لي بقى في حياتك. وبعدين فعلا يعني انا طبعا مش وقت اشتكي من الصحافه، لكن عايز ياخد مني كلام، يعني صدمني بالخبر وعايز ياخد مني كلام. الحقيقه يعني انا علاقتي بسمير مش زي علاقه طبعا الهام والاصدقاء بيه، لانه انا علاقتي حديثه نسبيا بالاستاذ سمير صبري. لكن انا شفت فعلا انسان نادر التكرار، طبعا مش بس عشان تعدد مواهبه، لكن لفرط انسانيته. وده اللي يمكن يكون هو ده الموضوع بتاع المركز الكاثوليكي، لان المركز الكاثوليكي نجح في انه يعمل شيء جديد في رايي على السينما المصريه وعلى الثقافه المصريه بشكل عام، ان هو من منطلق ديني واخلاقي يقيم الافلام. صحيح احنا ما احناش مع ان ده يبقى المنطلق الوحيد، لكن هم نجحوا في انهم يعملوا شيء متوازن جدا ما بين القيمه الاخلاقيه والدينيه للفيلم وما بين القيمه الفنيه. يعني نادر ما كنت تلاقي فيلم رديء بياخد جايزه، ممكن يكون في اختلاف حوالين نوع الفيلم ممكن، لكن ممكن الفيلم يبقى فيلم وحش، لا ما حصلتش ابدا يعني. فطبعا بفضل الجيل العظيم من السينمائيين العظام اللي تولوا قياده هذا المركز، من اول طبعا الاستاذ فريد مزاوي الاب مظلوم والاب بطرس، طبعا ارسوا مبادئ مهمه جدا اتربينا كلنا عليها. المكان ده حتى المركز الكاثوليكي كان بيدهولنا في جمعيه الفيلم واعتقد في نادي السينما، فاحنا اتربينا هنا مع سامي السلموني وسمير فريد اللي بنستحضر ذكراهم النهارده. طبعا مش عايز اكرر شكري العميق للدور اللي بيعمله للمركز الكاثوليكي والمهرجان الكاثوليكي. وبرضه النهارده بما انه احنا افتكرنا الاستاذ سمير غانم وافتكرنا حتى جميل راتب، لازم برضو اقول انا يمكن ده شيء يخصني لكن مهم يخص العرب كلهم، ان برضو النهارده فقدنا شاعر مهم جدا وهو الشاعر مظفر النواب، الشاعر العراقي الكبير صاحب القدس عروس عروبتكم. لازم برضو نفتكر انه دي قيمه كبيره فقدناها اليوم. شكرا للمركز وشكرا لكم جميعا، كل سنه.